السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة طور البناء. بهذا الفيديو إن شاء الله راح تستمتعوا، وهو عرض تشويقي اللي راح يكون الفيديو بكرة، واللي هي عملية التعدين أو عملية التصفية وما بعرف شو يسموها، أو الاستخراج الذهب وهيك إشي. بهذا الطور موجود هذا الإشي، استغرقت وقت طويل جدا حتى تعلمت على هذا الطور، والحمد لله تعلمت لكم، فهمت كل التفاصيل عليه، ولذلك أنا صلي فترة ساحب عليكم وبسبب ظروف شوي خاصة. المهم مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو. طبعا هذا الفيديو هو العرض التشويقي لبكرة، شو رح أعمل أو شلون عم بيصير هذا الإشي، شرح أكثر، لأنه أنا بعد ما سجلته تقريبا الفيديو طلع طوله شي 5 ساعات، فالخمس ساعات طلع معي هذا المقتطف الصغير اللي تفرجيكم اياه حتى انتو يعني يكون عندكم هيك رؤية انه شلون بكرة، يعني اذا مثلا بكرة بدك تسأل شلون يكون عملية العمل، يعني العمل اليومي راح يكون بهذا الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. بس ولكن كل التفاصيل راح احكي عليك ان شاء الله بالفيديو راح ينزل عليكم بكره. بس مشاهده ممتعه لنهايه الفيديو، ما تنسون اهم شيء لايك، وتنزلوا تحت بالتعليقات اعطينا رايك بهذا الفيديو، انه اعمل لكم فيديو تشويقي، يعني انه مثل فيديو مهمات يوميه بنزلها بشرح لكم، بس فرشوفهم شو راح اعمل، ثاني يوم بنزل لكم شرح شو عم بيصير بشكل كامل. واذا بدكم كمان انه نقدر نعملها، انه يصير انتم اذا في عندكم اسئله بتكتبوا لي تحت بالتعليقات، وانا باخذ هاي الاسئله بحاول اجاوب عليها، وبعدين انزل لكم شرح للطور بشكل كامل او كيف عم بيصير هذا العمل كلياته. تمام، مشاهده ممتعه لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتظرونا بكره ان شاء الله.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.